ده الجزء برضو اللي البعض شاف ان الرئيس السيسي مفاعل فيه، وانه في قدر كبير من الشفافيه. الرئيس السيسي يؤكد بانه جزء من التوصيف لمشكلات مصر خلال ال 30 سنه اللي فاتت كان مش حقيقي، وصفه بخداع ووصفه بوعي زائف. انا معايا دكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، اهلا بك يا دكتور فخري. بيك يا فندم. يعني دكتور فخري، حديث الرئيس فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، تحدث العديد من الوزراء في هذا الشأن، هالة سعيد وزيرة التخطيط، علي مصلحي وزير التموين، وهكذا رئيس الوزراء شخصين تحدث فيه، ولكن الرئيس السيسي خرج ليعمل استعراض جديد خالص بقدر كبير من الشفافية، ويتحدث بأنه جزء من توصيف المشكلة خلال ال 30 سنة الماضية في مصر كان غير حقيقي ولا يعكس المعدلات الحقيقية. شايف إزاي هذا الكلام؟ شايف أنه يعني نقاد مؤتمر الشباب الدوري بأنه زي ما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه منصة بيلتقي بها مع شعب مصر للمصارحة والمكاشفة وبيان حجم التحديات اللي بتقابلها مصر المواطن وكل فرد على أرض مصر. أشار إلى أنه ببساطة جديدة إلى قضية الغلاء والتضخم، وعشان كده لما نتكلم على صندوق النقد الدولي في زيارة الرئيس بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأيضا في اجتماعات الربيع اللي لسه منتهية منذ يعني أيام قليلة، بأنه بيشيروا إلى أنه التضخم والغلاء لابد من مواجهته لأنه بيؤثر على يعني نسب الفقر في مصر، وبالتالي البعد الاجتماعي لابد أن نأخذه بعين الاعتبار. الحاجة الثانية غير التضخم، ولابد من استخدام السياسة النقدية بمزيد من المواجهة مع التضخم عشان المواطن الغير مقتدر والمواطن الغلبان اللي هو بيعاني يعني معاناة شديدة من الغلاء. في نفس الوقت لابد من ان الدعم في الطاقة سداح مداح، بمعنى آخر انه الدعم للأجنبي والمصري، المصري والغني والفقير بالبنزين والسولار والديزل، لابد من مواجهة هذا الدعم. ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهز هذه الفرصة لكي يعني يعطي يعني صورة حقيقية لما يدور، وانه يعني شعب مصر لابد انه يحط ايده في ايد يعني كل فرد من افراد شعب مصر، يحط كلنا نحط ايدينا في ايد بعض، نعم. مع المسؤولين على مواجهة هذا التحدي. اولا زيادة السكانية بتلتهم كل جهد تنموي، وفي نفس الوقت انه المفروض علشان مواجهة التضخم يبقى زيادة الانتاج، صحيح، والمعروض من السلع والخدمات، والانتاج ما بيزيدش بالمعدلات اللي هي تكفي زيادة السكانية بالقدر المطلوب، لانه الاستثمار ليس كافيا، لانه مناخ الاستثمار ليس ما زال يعني يعاني، لم يؤهل بشكل جيد بعد يا دكتور فخري. يعني يا فندم يعني تحديات شديده جدا، والبيروقراطيه الى اخره، واشار الى انه بعض الجهات الحكوميه تتقدم خطوه الى الامام ثم تتراجع. الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح انه يعني يتحدث بصراحه شديده، نعم، يعني بحيث انه بيستنهض الهمم لشباب وشعب مصر بكل فئاته، انه لابد ان احنا نعي بان احنا في وضع حرج، نعم، وانه لابد من الاصلاح وتقبل تبعات الاصلاح، بانه ولكن مع تحمل المقتدر يعني نفقات هذا الاصلاح وحمايه الطبقات غير المقتدره. أنا بشكرك يا دكتور فخري. دكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا.